إذاعة سلطنة عمان. تفسير القرآن الكريم. تفسير القرآن الكريم لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. تنفيذ مالك بن زاهر الحسني. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقتنا لهذا اليوم سنواصل ما بدأنا من تفسير الآية 13 و14 من سورة النساء، فإلى التفسير. وأتبع ذلك بأن الأدلة واضحة في أن العقل لا يهدي الهداية التي يسعد بها الإنسان ما لم يكن معززا بهداية تسنده وتقويه، وتلك هداية الدين. وأشار إلى ما تقدم ذكره في تفسير سورة الفاتحة الشريفة من أن الهداية في الجنس البشري تنقسم إلى 4 أقسام، وهي هداية الفطرة، وهداية الحواس والوجدان، وهداية العقل، ثم تكملها جميعا هداية الدين. هذا ولا شك أن أمر الدين لا يمكن أن يسند إلى العقل البشري لما سبق ذكره في أكثر من مرة، بأن العقل البشري يتأثر بمؤثرات نفسية ومؤثرات اجتماعية، فقد يشب في الإنسان ضرام العاطفة الجياشة، فلا يبقى للعقل نفوذ أو سلطان على تصرفاته وأعماله، وقد يتأثر هذا الإنسان برغباته الجامحة ونزعاته المتنوعة بما يصده عما فيه الخير والمصلحة، فيرى بمنظار ما يتصوره أنه مصلحة له اتباع أمر وهو مجانب لمصلحته ومصلحة بني جنسه. وهذه الخواطر النفسية لها أثر على الإنسان في تحديد ميوله واتجاهاته، ولذلك يتفاوت الناس فيستحسن هذا ما يستقبحه ذلك، وقد يكون ذلك في البيئة الواحدة، بل يكون ذلك في الأسرة الواحدة، فالأخ يستحسن ما يستقبحه أخوه، وكذلك بين الوالد وولده وبين الزوج وزوجه. والبيئة أيضا لها أثر في هذا، فإن الناس تتأثر عقولهم وأفكارهم بتأثير البيئات التي يتقلبون في أعطافها ويتربون فيها، حتى يستحسن الناشئ في هذه البيئة ما يستقبحه الناشئ في البيئة الأخرى. وقد يكون تحول الإنسان من بيئة إلى بيئة يجعله يستحسن ما كان يستقبح ويستقبح ما كان يستحسن. فمع هذه التقلبات لا يمكن أن يوكل الدين إلى العقل البشري المحدود، بل لابد من أن يكون هذا الدين إنما يعتمد على وحي يوحيه الله سبحانه وتعالى إلى العباد. فالله وحده هو العليم بمصالح العباد، وهو العليم بما تنطوي عليه فطرهم، وهو العليم بما يتلاءم مع طبعهم وطبع نظام الكون الذي خلقه. والإنسان جزء من هذا الكون، فإن لم يكن موجها من قبل الله سبحانه وتعالى بوحي يوحيه إليه اصطدم مع نواميس الكون وسنن الحياة ونظامها.
وذكر السيد رشيد رضا بعدما ذكر كلام أستاذه أن بعض الناس قد يرد على هذا، وهؤلاء هم الملاحدة الذين استحكم الهوى في نفوسهم وسيطر على حياتهم حتى صاروا يتخذون الإلحاد دينا ويكفرون بكل دين آخر. وما أكثر الملاحدة لا تعلم منهم أمة من الأمم ولا عصر من العصور على أنهم مع النهضة المعاصرة وما سمي من تحرر أوروبا من سلطان الدين وأثره أدى ذلك إلى تفشي الإلحاد حتى ماجت تياراته في البلاد الإسلامية، ووجد الملاحدة الذين يدعون إلى التحرر من سلطان الدين. هؤلاء قد يقول قائلهم على حسب ما ذكر صاحب المنار بأنه وجد من بين الناس الذين استندوا إلى فكرهم وعقلهم من ارتقى في الآداب والأخلاق، فكانت منه مصالح لمجتمعاتهم ومنافع لأممهم وشعوبهم مع كونهم تحرروا من الدين، حتى أدى الأمر ببعض الفلاسفة أنهم يتمنون أن يكون أمثال هؤلاء في مجتمعاتهم وفي شعوبهم. وأجاب عن هذا بأن الدين مهما يكون هو الأصل، على أنه تراعى الجماعات والعلائق التي تكون بينها من الشعوب والقبائل والأمم، سواء كانت حاضرة أو بادية. وقد عرف التاريخ منذ أقدم العصور أن مدنيات الشعوب والأمم أنها قامت على أسس الدين، حتى أولئك الوثنيون بنوا مدنياتهم في أول الأمر على أسس الدين، كالكلدانيين والبابليين وقدماء المصريين. وهؤلاء وإن كانوا هم وثنيين وديانتهم ديانة وثنية، إلا أن النظر إلى أحوالهم وتأريخهم يدل على أن هذه الديانات الوثنية إنما كانت انحرافاً عن شرائع سماوية، إذ بدأت الضلالات تنتشر شيئاً فشيئاً فيهم حتى بعدوا عن هداية الوحي إلى الانحراف المطلق عن سواء الصراط. ومعنى ذلك أن الديانات الوثنية كانت جميعاً مبنية على أسس صحيحة قبل الانحراف إلى الوثنية. واستدل لذلك بقول الله تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وقال بأن من نظر إلى واقع الأمة الإسلامية وكيف أن المسلمين انتقلت إليهم أيضاً الوثنية ووجد فيهم من هو بعيد عن الدين لم يتعجب من ذلك. هذا مع كون دين الإسلام محفوظاً ومع كون الكتاب الذي يرتكز عليه محفوظاً من التبديل والتغيير، ومع كون مشاع الهداية مشرقة، مع ذلك وجد الانحراف. حتى ذكر أنه يوجد في بعض بلاد الهند من المسلمين من لا يفرق
بين الإسلام وغيره إلا ما يباينون به جيرانهم من أصحاب الملة الأخرى كإباحة أكل لحوم البقر. وكذلك يوجد في روسيا من المسلمين من لا يعلم من أحكام الإسلام شيئاً إلا ما يتعلق بالدفن والزواج فحسب. فقال إن كان ذلك في الإسلام فلا يتعجب من انتقال هذه الأمم عن الدين الصحيح إلى من انتقلت إليه. هذا ولا ريب أن الله سبحانه وتعالى ما كان ليترك أمة من الأمم تتخبط من غير أن يقيم الحجة عليها. فهو أخبرنا بنفسه بأن كل أمة من الأمم خلا فيها نذير. ونحن نرى أن وثنية العرب إنما كانت انحرافاً عن الحنيفية التي جاء بها إبراهيم عليه السلام. فخرج العرب من ملة التوحيد، من إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وعدم إشراك مع غيره معه، إلى عبادة الأحجار وعبادة ما يتراءى لهم أنه يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى زلفى. فلوثوا الحنيفية بهذه اللوثات. ولكن لا نقول بأن الوثنيات كانت مبنية على دين سماوي، وإنما نقول الوثنيات كانت حرافاً عن الفطرة السليمة. فجميع الوثنيات إنما كانت في الحقيقة انحرافاً عن الفطرة السليمة التي فطر الله تبارك وتعالى العبادة عليها. ومهما يكون فإن الطاعة لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم مما يجب على الجميع، فلا تردد لمؤمن ولا مؤمنة في أمر فيه حكم من الله سبحانه وتعالى أو حكم من رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. سبق وصف الجنات ووصف الأنهار ووصف الخلود خالدين فيها. خالدين فيها حال من الضمير في يدخله، وهذه حال مقدرة لأنهم حال إدخالهم ما كانوا خالدين بعد، وإنما مقدرين الخلود فيها إلى الأبد، لأنهم يدخلون فيها ليخلدوا لا ليفنوا أو يرحلوا عنها. ومن كما هو معلوم تصدق على الفرد وتصدق على الجمع، فقوله سبحانه وتعالى من يطع الله ورسوله، أي مطيع لله ورسوله يدخله هذه الجنات، فيشمل ذلك كل المطيعين. فلذلك كان معناها جمعا وإن كانت من حيث اللفظ مفردة. ورد الضمير ضمير إفراد في قوله يدخله، وجاءت الحال مراعا فيها المعنى بحيث إنها كانت جمعا في قوله خالدين فيها. فقوله خالدين فيها إنما هو باعتبار معنى من، بخلاف قوله يدخله. فخالدين حال من الضمير في قوله يدخله. و سوّغ كل من الزجاج والتبريزي أن يكون قوله سبحانه وتعالى خالدين فيها وصفاً لجنات، أن يكون ذلك وصفاً لجنات. وكذلك في قوله سبحانه وتعالى في الآية الآتية خالداً فيها وصفاً لنار،
وبحث الزمخشري هذا من غير أن يشير إلى أنه سبق أن قاله أحد، وقال بأن ذلك لا يسوء لأنه يقتضي أن يؤتى بضمير ظاهر بحيث يقال خالدين هم فيها أبدا وخالدا هو فيها أبدا. وتعقب الزمخشري أبو حيان بأن رأيه إنما هو مذهب بصري وعند الكوفيين يسوغ ذلك مع عدم اللبس ولا لبس هنا، وأشار إلى هذا قطب الأئمة في هميان الزاد، وتعقبه بأنه لا ينبغي أن يصار إلى هذا الرأي أو المذهب الذي لا دليل عليه ويترك ما هو أصح، فمنع ذلك أولى. وذلك الفوز العظيم، أي دخول هذه الجنات التي تجري من تحتها الأنهار مع الخلد فيها، هو الفوز العظيم، لأنه فوز بنعيم ليس بعده بؤس، وبسعادة ليس بعدها شقاء، وبرحمة لا يتبعها عذاب، وبأمن لا يهدده خوف. وقال القطب رحمه الله بأن هذا إنما هو باعتبار الحظوظ النفسية، وإلا فرضوان الله تعالى هو الأكبر. ولا ريب أن رضوان الله تعالى أكبر، كما نص الله سبحانه وتعالى في قوله ورضوان من الله أكبر، كونه سبحانه وتعالى يمن عليهم برضوانه أعظم من دخولهم الجنة. ولكن لا ريب أن من دخل الجنة فقد فاز برضوان الله سبحانه. ثم إن الله سبحانه أتبع هذا الوعد لمن أطاع الله ورسوله بوعيد لمن عصى الله ورسوله، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. كما أن من أطاع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يبوء بذلك الثواب العظيم ويفوز بهذه النعمة الجسيمة ويصبغ عليه هذا الفضل العميم، فإن من كان بخلاف ذلك ينقلب أيضا إلى خلاف ذلك. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده، من يعص الله ورسوله ومعصية الله بمخالفة أمره وارتكاب نهيه وكذلك معصية الرسول صلى الله عليه وسلم يدخله نارا خالدا فيها. هذه قراءتنا نحن، هي قراءة الجمهور يدخله، وقرأ نافع وابن عامر من السبعة وأبو جعفر من سائر العشرة ندخله، على أن يكون ذلك من باب الالتفات في الموضعين، أن يكون ذلك من باب الالتفات من الغيبة إلى التكلم، هو معروف. يدخله نارا خالدا فيها، بدلا من أن يدخل الجنة يدخل النار، يدخل النار والعياذ بالله ويكون خالدا في هذه النار. ويلحظ بأنه فرق في التعبير ما بين الحالين، فالحال التي فيها ذكر السعادة ودخول الجنة جاءت بصيغة الجمع، والحال التي فيها ذكر النار والعياذ بالله، ذكر الشقاء ودخول النار جاءت مفردة، يدخله نارا خالدا فيها. وهذا إنما هو لأن الذين يدخلون الجنة ينعمون بأنس الاجتماع فيها،
فالله سبحانه وتعالى ينعم عليهم بأنس الاجتماع. ومن المعلوم أن طبيعة الإنسان تقتضي أن يألف غيره وأن يأنس به وأن يكره الوحدة ويحب الاجتماع، كما يقول المعري: ولو أني حببت الخلد وحدي لما أحببت بالخلد انفرادا. فالإنسان بطبعه يميل إلى الاختلاط ببني جنسه، فلذلك بشر أولئك بأنهم ينعم عليهم بهذا الخلد مجتمعين، بهذا الخلد في جنات النعيم وهم مجتمعون خالدين فيها. أما من قذف والعياذ بالله في النار، فإنه ولو وجد من وجد هناك من الأشقياء الفجرة الذين يشقون كشقائه، فإن وجوده بينهم ووجودهم معه لا يؤنسه شيئا، فهو لا يشعر بشيء من أنس الاجتماع بينه وبينهم. وقد عزز هذا العلامة سيد رشيد رضا بما دل عليه قول الله تعالى: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. فاشتراكهم في العذاب لا يفيدهم شيئا، فكأنما كل واحد يبوء بشقائه بنفسه، يحس بألم العذاب بنفسه، لا يبالي بغيره ولا يشعر بوجود غيره معه والعياذ بالله. هذا ولا داعي إلى القول بأن ذكر حال الداخلين في الجنة بصيغة الجمع وحال الداخلين في النار بصيغة الإفراد، لأن من دخل الجنة يشفع لغيره فيدخل معه غيره، ومن دخل النار إنما يدخلها بنفسه، لأن الشفاعة إنما هي لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. لذلك كان الإتيان بهذا مما ينبغي أن لا تصرف العناية إليه، مثل هذا القول مما ينبغي أن لا تصرف العناية إليه هذا. وقد دلت الآية الكريمة على تساوي النعيم والعذاب من حيث البقاء والخلود، فمن صلي النار والعياذ بالله كان خالدا، ومن دخل الجنة كان خالدا. هذا الذي تدل عليه الآيات الكريمة، فإن الله سبحانه وتعالى قسم الناس هنا إلى قسمين: من لم يتجاوز حدود الله ومن تجاوزها. فمن لم يتجاوز حدود الله بحيث كان عمله دائرا بين الواجب والمندوب والمباح، وإن تجاوز الإباح لا يتجاوز الكراهة إلى دائرة الحرمة، فأولئك الذين ينعمون بدخول الجنة، ومن كان بخلاف ذلك فأولئك الذين يبوؤون بدخول النار والعياذ بالله. وقد وصف الله هؤلاء وهؤلاء بالخلود هذا. وقد حاول بعض الناس بسبب ما رسخ في نفوسهم من القول بأن العاصي إن كان من هذه الأمة لا يخلد في النار أن يؤول هذه الآية تأويلات، منهم من قال بأن المراد بالخلود طول المكث، ومنهم من قال بأن هذه إنما هي في من تعدى جميع الحدود، ولا يكون المتعدي لجميع الحدود إلا كافرا خارجا من ملة الإسلام. ومنهم من قال بأن هذا إنما إذا فعل الإنسان الشيء
وهو منكر لأمر الله أو مستخف به أو شاك فيه، وقال لا ريب بأن من أقدم على عصيان الله تعالى بإصرار وخالف أمره الواضح الظاهر لا بد من أن يكون مترددا بين هذه الأمور. وفي هذا ما يدعو إلى أن يحكموا على كثير من الموحدين بأحكام أهل الشرك، إن كان من ارتكب كبيرة لا بد من أن يكون وهو يعرف حكمها ويقبل عليها، لا بد من أن يكون إما جاحدا وإما شاكا وإما مستخفا، وهذا مما لا يقر، لأنه قد يكون ارتكاب المخالفة مع عدم شيء من ذلك، ولا ريب أنه لا يتجاوز جميع الحدود. حتى المشرك ربما في بعض الأشياء يضبط نفسه لئلا يقع في المحارم، إن لم يكن ذلك تدينا ربما كان ذلك مروءة بحيث لا يقع في بعض المحارم. فتجاوز بعض الحدود كتجاوز الكل، على أن الآية إنما سيقت لأجل التحذير من مخالفة أوامر الله فيما تقدم، ولا سيما أحكام المواريث التي كان الناس فيها في جاهليتهم وقبل ورود هذه الأحكام العادلة من الله سبحانه وتعالى كانوا فيها في أمر مريج، بحيث إنهم يورثون من شاءوا ويحرمون من شاءوا. فبين الله سبحانه بأنه لا يسوغ لأي أحد أن يتجاوز حدود الله، لأن هذه حدوده وهذه أحكامه العادلة، فيجب الوقوف عند حدوده ويجب أن يخشى الله في ذلك ويتقى. ولذلك جاءت الأحاديث الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها التحذير من الجور والحيف في الوصية، وأنه قد يعيش الإنسان أمدا طويلا من العمر وهو على طاعة الله، ثم يجور في الوصية آخر عمره فيختم له بسوء العمل ويجزى بذلك النار والعياذ بالله. وقد يكون الإنسان بخلاف ذلك وبسبب بره في الوصية يختم له بحسن العمل فيكون من الفائزين بإخلاصه وتوبته إلى الله حتى يكون من أهل السعادة. ومعنى ذلك أن أمر المواريث لا يسوغ لأي أحد أن يتدخل فيه فيقدم أو يؤخر، بل كل من الناس عليه أن يلتزم حدود الله سبحانه وتعالى فيها. والله سبحانه وتعالى يسأله أن ينعم علينا بكل خير، وأن يهدينا سواء الصراط، وأن يجيرنا من النار، وأن يجعلنا من الفائزين بجنات النعيم. ونسأله سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين، ويقطع دابر أعداء الدين. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وفل حدهم وأقلل عدهم واردد كيدهم في نحورهم، وأعذنا وجميع المسلمين من شرورهم، وامحوا آثارهم وأورثنا أرضهم وديارهم، واطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم، إنك ربنا على كل شيء قدير، وإنك بالإجابة جدير، نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. هكذا مستمعي الأكارم، كنا مع تفسير الآية 13 و14 من سورة النساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع تفسير القرآن الكريم، تفسير القرآن الكريم لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة، تنفيذ مالك بن زاهر الحسني.